أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه عن اعتزازه بالتاريخ العريق الذي تتميز به مملكة البحرين في مجال القضاء في إطار ريادتها في إنشاء المؤسسات الوطنية، مؤكدا على استقلال القضاء لخدمة المجتمع وحفظ الحقوق، وهي مسؤولية كبيرة يتحملها القضاء ويستحقون منا كل الاحترام والتقدير. جاء ذلك خلال استقبال صاحب الجلالة في قصر الصفري أمس سعادة المستشار عبد الله بن حسن البعينين رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس، وذلك للسلام على جلالته بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بإعادة تشكيل المجلس. وخلال اللقاء أثنى جلالة الملك المفدى على الجهود المخلصة لرئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء وأعضاء المجلس وعملهم الدؤوب لتحمل هذه المسؤولية خدمة للوطن والمواطن، معربا حفظه الله عن اعتزازه بقضاة مملكة البحرين لما يبذلونه من جهود كبيرة في سبيل تحقيق العدالة وتأمين حقوق المواطنين والمقيمين والدفاع عن قضاياهم استنادا لأحكام القانون. لتظل كلمة الحق والعدالة هي الأساس والمنهاج الذي يسير عليه القضاء البحريني. وأشاد جلالته بالتطوير والتنظيم المستمر الذي يشهده القضاء البحريني في بنيته وتشريعاته، مؤكدا أن البحرين تحرص دائما على تطوير أجهزتها ومؤسساتها المختلفة ودعمها بالكوادر والكفاءات الوطنية، وأن مملكة البحرين ماضية في نهجها ورسالتها الإنسانية النبيلة المتمثلة في ترسيخ قيم التسامح والعدل والمساواة. من جانبه رفع المستشار عبد الله بن حسن البعينين باسمه ونيابة عن أعضاء السلطة القضائية خالص الشكر والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على ما تحظى به السلطة القضائية في مملكة البحرين من اهتمام ودعم من قبل جلالته حفظه الله.